السلام عليكم البنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بون، اليوم حبيت نخدم معكم العسل باسكو العشيه راح ندير مشوك. حبيت نشارك معكم الوصفه. واش فيه؟ فيه برج قارس. نبداو برج قارس كما راكم تشوفوا هكذا. فيه 3 كيلات سكر. انا الكاس اللي تكيلوا به تكملوا به، درت 3 كيلات سكر، ونفس الكاس كيلت به ما ونصه ما زهر، درت حتى لهنا ما والباقي ما زهر. دوك تبعوا معايا ان شاء الله خطوه بخطوه ونديروه مع بعض. بون، واش نديرو؟ اولا نديرو كميه من السكر، ماشي كامل، نديرو واحد الربع كاس، نخلوها تتحمر شويه تتكراميليزا كيما نديرها هكذا، نخليها تتكراميليزا شويه باش تعطيني هذيك لا كولور. اون فوا تكراميليزا نعاود نولي معاكم ونكملوا ان شاء الله خطوه بخطوه. بون البنات، بعد ما خدا اللون كراميليزي كيما راكم تشوفوا، دوك ان شاء الله نكملوا مع بعض بقيه المراحل. بقيه المراحل وشنو هما؟ نكملوا الكميه تاع السكر اللي قلت لكم هي 3 كيلات سكر، نحيت منها 4 كراميليزا، دوك نكمل الباقي. نكمل نزيد الكاس نفس الكيله تاع الماء كيما راكم تشوفوا، والطرونش تاع القارص. دوك هنا نخلطوا، دوك يذوب بالخف ما تخافوش، خلطوا كيما راني انا ندير، نخلوه يغلي بوندو دي مينوت، 10 دقائق تتحصلوا على عسيله من اروع ما يكون. دوك هنا نخلطها هكذا حتى يذوب لي السكر. كي تكونوا ديروا في الماء تولهوا يسمى باسكو هو يطرطق، تجهدوا روحكم وديروه. نخلط دوك انا هذه الكميه اللي قبل خفت واسيت، خديت اللون اللي نحبه انا تكرا الميليزا لي الشويه اللي درتها في الاول، ومن بعد كملت الباقي تاع السكر، زدت الماء برج القارس. دوك نوريكم كي يكون يغلي، وان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. دوك كيما راكم تشوفوا غطيتها، انا طوندون تغلي نحي لها الغطاء، نحسب لها دي مينوت ونطفي عليها ان شاء الله. بون البنات، هاو بدا يغلي، دوك نحسب له دي مينوت ونوريه لكم في صحن التقديم. المهم حبيت نقول لكم بلي هذه وصفه ناجحه، نخدم بها بزاف، ونتمنى تجربوها ان شاء الله يا ربي. بون، مع رانا في رمضان درت شريبه كيما راكم تشوفوا فيها راهي طيب، ريحتها راهي دايره حاله معبقه الدنيا، ودرت لي بولا دو فيون داشي بدجاج محمر. دوك كي نفاي طيب الدجاج ان شاء الله ندير لكم هاد لي غوسيت، كي نفاي طيب الدجاج نحيه، ندير لي بولا دو فيون داشي فارسي بالفرماج، نحمر الدجاج ان شاء الله يا ربي ندير لكم هاد الوصفات. البنات دوكا طفيت عليه، نخليه يبرد شويه ونقدمه لكم ان شاء الله. ليسونسييل كي تكونوا طيبوا فيه اشاك فوا خلطوه باش يذوب السكر بيان، اشاك فوا خلطوه ويطيب على نار قليله بوندون دي مينوت، 10 دقائق على نار قليله، نخليه يبرد ونعاود نرجع لكم. بون البنات، هاني عاودت وليت لكم العسل، هاوليك في صحن التقديم. القوام اللي نتحصلوا عليه هذا، دوك مازالو سخون، دوك قد ما يبرد يزيد يتقل. نقول لكم نتمنى تجربوه، نتمنى تابوني عندي في القناه، وديروا لي جام، ديروا كومونتير لي سي لي غوسيت تاعي. يسمعني نحط لكم وصفات مجربه وناجحه. هاوليك العسل كيفاش يخرج، ميم لا كولور ميال ما شاء الله، عسلي كيما يقولوا من اروع ما يكون. يا ربي تجربوه، نقول لكم بالتوفيق، صحه فطوركم، رمضان كريم. سلام سلام.